الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواني وأخواتي، بداية أدعو الله عز وجل أن تكونوا جميعا في خير وعافية وأمن وأمان، وأدعو الله عز وجل أن يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع الأحبة من كل سوء ومن كل مكروه، وأن يرفع عنا هذا البلاء، وأن يشفي مرضانا، وأن يرفع عنا هذا البلاء ويخرجنا سالمين بفضله ومنه وكرمه. في هذه الأيام العصيبة الحرجة نحتاج إلى معان، ونحتاج إلى وقفات تعيننا على فهم ما يدور حولنا، وعلى التعامل مع المستجدات بصورة مناسبة وبصورة تعود بالنفع علينا جميعا. أحببت في هذه الكلمة أن أقف معكم وقفات مع حديث نبوي شريف رواه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث مذكور في صحيح الإمام مسلم. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بمعنى من المعاني الكبيرة، ثم يوصينا بأربعة وصايا في غاية الأهمية، وهذا المعنى والوصايا المرتبطة به نحن في حاجة إلى استلهامها والوقوف أمامها في هذه الأيام. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فهنا يذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لابد أن يحرص على أن يكون قويا، قويا في إيمانه، قويا في يقينه، قويا في توكله، قويا في ثقته بالله عز وجل، قويا في اعتماده على الله، قويا في تضرعه وتوبته وعودته إلى ربه عز وجل، قويا في كل مناحي حياته، قويا في حياته العقلية،
قويا في حياته العملية، قويا في عطائه، قويا في تعاملاته، القوة في كل شأن من شؤونه، قوة بدنية، قوة عقلية، قوة نفسية. القوة مطلوبة في كل مناحي الحياة. في القرآن الكريم نجد قصة موسى عليه السلام. موسى وهبه الله قوة الخلق وقوة الإيمان وقوة الجسم، وبقوته البدنية استطاع أن يساعد تلك الفتيات التي كن بحاجة إلى المساعدة. رآهن موسى عليه السلام في وسط الرجال يقمن بعمل هو من اختصاص الرجال، فخاطبهن قائلا: ما خطبكن؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. والدهما كان شيخا كبيرا، ولذلك كنا يقمن بعمل شاق هو من أعمال الرجال. موسى عليه السلام بقوته سارع لنجدتهن ومساعدتهن، ولذلك قالت إحداهن في وصف موسى: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. إذن إخواني وأخواتي، لنكن من أهل القوة، قوة في كل مناحي حياتنا، قوة في ديننا، في إيماننا، في أخلاقنا، في عطائنا. القوة التي تعود بالنفع على الآخرين. القوة إذا كانت محصورة في دائرة الإنسان ولا يتعدى نفعها إلى الآخرين لا تكون قوة. القوة تكون ذات معنى وتكون قوة حقيقية إذا كانت تعود بالنفع على الآخرين، كما رأينا في قصة موسى عليه السلام. إذن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، وصية في غاية الأهمية. والذي يقرأ هذا الحديث قراءة سطحية ربما يقول: لماذا يوصينا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نحرص على ما ينفعنا، فالناس من تلقاء أنفسهم يفعلون هذا؟ لكننا في حقيقة الأمر نجد أن كثيرا من الناس يفعلون أمورا تعود عليهم بالضرر البليغ في أمر دينهم وفي أمر دنياهم. لنأخذ على سبيل المثال: من يشرب الدخان هل يحرص على ما ينفعه؟ إن الذي يدخن يلحق ضررا بالغا بصحته، ويبدد ماله، ويؤذي الآخرين، وهكذا ما يلحق بالدخان من شيشة وما شابه ذلك. الإنسان يحرص على ما ينفع صحته، ويحرص على ما ينفعه في ماله وأهله وولده. فوصية النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك في كل أمر من أمور دينك ودنياك، وإياك أن تكون من أصحاب المظاهر الفارغة. احرص على حقائق الأمور، احرص على المخبر دون المظهر، وعلى الحقائق دون الشكليات. فإذا الوصية الأولى المهمة: احرص على ما ينفعك. الوصية الثانية: ولا تعجز. لا تعجز أي لا تكون عاجزا، لا تكون عاطلا، لا تكون
متقاعدا، دائما كن ذا همة عالية في كل ظروفك وفي كل أحوالك، مهما كانت الأوضاع ومهما كانت الظروف، كن صاحب جد وصاحب همة وصاحب عزيمة. إن سد أمامك باب تطرق بابا آخر، وإن سد ذلك الباب تطرق بابا آخر. نجد ذلك في قصص الأنبياء وقصص نبينا صلى الله عليه وسلم، كيف أنهم دائما كانوا يتوكلون على ربهم عز وجل، ولا ييأسون ولا يقنطون ولا يعجزون. رأينا في قصة موسى حين أدركهم فرعون بنو إسرائيل، أصابهم اليأس وقالوا كما ذكرت الآية إنا لمدركون. موسى عليه السلام بيقينه وتوكله على الله قال كلا إن معي ربي سيهدين. إذن إخواني وأخواتي، في أي ظرف نمر فيه، سواء كان ظرفا ماليا أو ظرفا اجتماعيا أو ظرفا عائليا أو ظرفا نفسيا أو صحيا، لابد دائما أن نشمر عن ساعد الجد، لابد أن نجتهد، لابد أن نبذل، لابد أن نحاول، ولا نيأس ولا نستسلم ولا نعجز. فإذا لا تعجز واستعن بالله، إن من يستعين بالله عز وجل لا يعرف العجز ولا يعرف الاستسلام. حين نصلي في الصلوات الخمس نقرأ سورة الفاتحة ونقول إياك نعبد وإياك نستعين، إن من يستعين بالله عز وجل لا يعرف اليأس ولا يعرف القنوط، لأنه يعرف أن له ربا قادرا على كل شيء، يعرف أن له ربا يقول للشيء كن فيكون، لا يعتمد على ماله ولا على قوته ولا على حوله، ولا يعتمد على غني ولا على صاحب نفوذ، وإنما اعتماده على ربه. ومن يستعن بالله فلا يعرف العجز ولا يعرف الكسل ولا يعرف القنوط. إذن احرص على ما ينفعك ولا تعجز، استعن بالله، وإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إن حدث شيء، إن أصابك مكروه في مالك أو في بدنك أو في أمور معاشك، هذا قدر الله عز وجل، فتقبله بالصبر، وبالصبر الجميل كما قال يعقوب عليه السلام، فالصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الأشياء التي تحدث لنا والأشياء التي حدثت هي ماض انتهى، لا نستطيع أن نعيده ولا نستطيع أن نغيره، نستطيع أن نأخذ العبر والدروس منها، لكننا لا نستطيع أن نعيدها. فلا نعيش ولا نكون رهائن لماض مضى، وإنما ينبغي لنا أن نتطلع إلى مستقبل باسم وإلى مستقبل مشرق. ما أصابنا هو بتقدير الله عز وجل، نتقبله بالصبر ونتقبله بالرضا، ونحرص على أن نأخذ العبرة والدروس، ونسعى لأن نبني حياة جديدة وصفحة جديدة نستلهم فيها عبر الماضي.
هذه وصايا مهمة إخواني وأخواتي، أعيد الحديث مرة أخرى. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. إن الإنسان حين لا يقبل ولا يرضى بقضاء الله وقدره، فإن هواجس ووساوس الشيطان تتسرب إلى نفسه فتفسد عقله وتفسد قلبه وتشوش عليه حياته. ندعو الله عز وجل أن يبصرنا بما ينفعنا، وأن ينير لنا طريقنا، وأن يصلح أمورنا ويحفظنا ويوفقنا جميعا. شكرا لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.